وهو قوله تبكيك عيني، ها لا لأجل مثوبة لكنما عيني. هذه قصيدة لها كرامة، مقبولة عند أمير المؤمنين القصيدة. يقول هذا الولد الأعسم أبوه مشاعر، فقال القصيدة هذه الذي ذكرنا هذا البيت منها، يقول جاء يعرضها على أبوه، عادة يعرض القصيدة على أبي، يقول قبل ما أعطيها للشعراء وإلى الخطباء وإلى الرواديد أعرضها على الوالد، الوالد يقول لي زينة هذه شاعر أديب عالم. يقول عرضها عليه قال هذه قافيتها شوي قاسية ما يقدرون عليها، فأخذها ووضعها تحت المصلى، كان يصلي وضعها تحت المصلاية. يقول في الليل عند السحر وإذا طارق يطرق الباب، وإذا واحد يسمونه شيخ علي القارئ مقرئ وخطيب معروف وعالم أيضا، هاش جابك هذا الوقت وقت السحر؟ قال لي أنا الآن انتبهت من النوم شفت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ودخلت عليه وأعطاني ورقة فيها قصيدة ويطلب مني أقراها على ولده الحسين. هذول ما يتعاملون مثل مع هذه المنامات كأي منام، مو منام عادي. يقول جيت إليك وأريد أعرف يعني، وهذه القصيدة ما حفظت أنا منها إلا بيت، هذا البيت قست القلوب فلم تلن لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. يقول أبوي قال لي قال لي عجيب، هذا البيت موجود في القصيدة اللي قالها ولدي. فجو شال المصلى وطلع الورقة قال هذه الورقة التي أراني إياه أمير المؤمنين، يعني هذه القصيدة تبكي كعيني لا لأجل مثوبة. قال لي للولد خذ القصيدة واعطها للشعراء وللخطباء وللرواديد فهي مقبولة عند أمير المؤمنين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي، تبتل منكم كربلا يا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا